انتوا بتكلموه كأنه زي زيه بالظبط، كأنه ما عملش حاجة. صوتك ده انا مش عايز اسمعه تاني غير بحاضر ونعم وبس. انا بكره بابا. مرتضى فاتن، انا مش عايزك تقلقي من اي حاجة خالص، قضيتك سهلة ومضمونة. انت خارج بيت ومدلدلة عيلين وراك. ست فاتن، انت محتاجة وعي الشعب. أنا اسمي نادين فتن أمل عربي. قضية رأي عام بالنسبة لكم أنتوا، أنا بالنسبة لي قضية زي أي قضية. يا شيخة أنت إيه؟ أنت جحدة. ممكن أعرف أنت عملتي كده ليه؟ اللي يقدر يدي رشوة بالرقم ده يبقى حد مش سهل. يا أيها الناس اتقوا الله في النساء. كنت دايماً بتطلب مني اللي فوق طاقتي وفوق إمكانياتي. أعترض يا سيادة القاضي. بيقول انها ترجع وراكها. انت عارف معناها ايه يا حالة الاوراق اللي فضلت المفتي؟ انا مش هسيب حقي. جايز مخدوش بس مش هستسلم. فاتن امل حربي يوميا الساعة 9:30 مساء على CBC الدراما في رمضان.